Good morning from MTV Alive. يسعد صباحكم مشاهدينا مباشرة من استوديوهات الام تي في ببيروت. بحييكم اليوم السبت، بداية ويكند جديد، وشو ما كانت مشاريعكم بتمنى لكل واحد منكم اوقات ممتعة مع العائلة والاصدقاء، واذا الوقت بيسمح لكم تابعوا معنا حلقتنا اليوم من ام تي في الايف اللي بتضم فقرات مع كل الوجوه اللي بتحبوها، وكمان مواضيع منوعة مع ضيوف من عدة مجالات. واكيد لانه مواضيعنا كلها موجهة لكم، الفرصة دائما مفتوحة لكم حتى تشاركوا بحلقتنا، تطرحوا أسئلة، تعطونا رأيكم كمان ببعض المواضيع، فنحن جاهزين حتى نستقبل اتصالاتكم من وين ما كنتوا عم بتابعونا بالعالم. حلقتنا دايما تحلى أكثر لما بنسمع أصواتكم. اليوم مشاهدينا حلقتنا فنية بامتياز، ضيوفنا من عدة مجالات فنية. خليني أخبركم أنه بول أوف فيم ضيفنا هو فنان بمجال الكتابة، شكري أنيس فخوري هو ضيفنا، رح يخبرنا عن آخر عمل له، هو النص اللي كتبه لفين زفافيان اللي انطلق بالصلاة اللبنانية مؤخرا من إخراج كارولين ميلان، وكمان بمشاركة عدد كبير من الممثلين اللي بنعرفهم ومنحبهم، ومنهم كمان رح يكون موجود معنا هاروت سامويان اللي أدى أكيد دور ملفت وبموهبة واضحة. كمان اليوم محبي الموسيقى لهم أكثر من محطة، بنبدأ مع بيروت انترناشونال جاز داي، الاحتفالات رح تتم على مدى 3 أيام ابتداء من 28 نيسان لغاية 30 نيسان مع مجموعة من أبرز الفرق العالمية اللي بتقدم موسيقى جاز، وهالنشاطات الفنية كلها رح تتم وسط بيروت. كمان برايزنج ستار رح نتعرف سوا على فرقة صار اسمها معروف بالساحة المحلية، فرقة بيكافي فيوجن باند، بتقدم أنماط مختلفة من الموسيقى، رح يقدموا كمان حفل مميز نهار السبت 29 نيسان، وبيعود ريع هالحفل لجمعية كيدز فيرست اللي بتدعم وبتهتم بالأطفال المصابين بمرض السرطان. هيدي كانت لمحة عن بعض مواضيعنا اليوم، أكيد بالإضافة للفقرات اللي كلكم بتحبوها وبتعرفوها بنهار السبت. رح ناخد وقفة قصيرة مشاهدينا، خليكم برفقتنا، أحلى حلقة من MTV Alive بانتظاركم.